نذكرهم بصلواتنا. بدنا نصلي من أجل المتألمين. أمين. بدنا نصلي من أجل المتألمين. لما نحن صار عنا هيدي الحادثة اللي فيها تألمنا ومنستمر ومنعيش بهذا الألم، حدا بيسألني بعد 3 أشهر أو شهرين بيقول لي بدي أسألك كيف قدرتوا تتحملوا هالمصاب؟ كيف؟ كيف؟ يلي شافنا بوقت الدفن شاف ولد خسر حياته على الأرض، بتشوف بي وام بعربية الصليب الأحمر عم يتألموا مش قادرين يقعدوا، أجواء صعبة، فجوة عميقة. كان السؤال كيف قدرتوا تتحملوا هذا الألم؟ الجواب هو أنه شعرنا أنه في يد حملتنا كل الوقت، كان في سحابة مغطيتنا إلهية، مش نحن ما عملنا شيء، هي موجودة. لما فكرت أكثر وأكثر تذكرت أنه نحن لما الكنيسة عرفت أنه صار عنا هيدا الحادثة بالمستشفى كان في أكثر من 50 شخص عم بيصلوا متحدين بالصلاة من أجلنا، ما عدا الأشخاص اللي كانوا عم بيصلوا بأماكن متعددة وكان في اجتماعات صلاة عم بتصير من أجلنا. نشكر رب من أجل اللي صلوا، من أجل الرعاة والخدام سي جوزيف هون وغيره يلي كانوا عم بيصلوا من أجلهم من أجلنا. منشكركم لأنه رفعتونا بصلواتكم. فمطلوب منا نحن نعمل نفس الشيء لما حدا يختبر الألم، خاصة بالمناسبات. بالمناسبات بالنسبة للبي لما يجي ولد قديش بيصير يفرح بعيد الميلاد، صح؟ وعيد ميلاده وعيد الفصح بيصير أجمل وقت لأنه عم يفرح مع ولده، عم يحتفلوا مع بعض. لكن لما بيخسر ولده أو أم أو امرأة بتخسر زوجها أو زوج بيخسر زوجته، هالمناسبات الحلوة بتتحول لجحيم. لما يطلع حوالي بيشوف كل هالرجال كل هالنساء عم يفرحوا، الأمات عم يفرحوا مع بعضهم البعض، وهو بيشعر بهالوحدة وبيشعر حاله مخنوق كأنه في أتون النار. مين بيرفعه من هيدا الأتون؟ مين بيرفعه لما موجات من الحزن تضرب سفينة حياته؟ من؟ شعب الرب يلي عم بيصلوا من أجله، رفاق الحياة يلي رافعينه، يلي رافعينه بالصلاة.